يا هلا بالشباب، شلونكم؟ حالكم؟ طبعا شوفوا انا مضطر افتح بث، اوكي؟ بس اللي صار انه دخلت على يعني حسابي هذا مال كول اوف ديوتي، تمام؟ فانتبهت انه وصلتني الحزمه مال جوست ليجاسي على اساس انه هي ما توصل للستيم، للستيم لمنصات ستيم، يعني اللي مشتري اللعبه على ستيم ما يحصلها. فصراحة تعجبت انه وصلتني، فشنو هسه بديت استكشف الانفورات اللي عندي هواية من ضمن عزرائيل، هم وصلني شخصية مال عزرائيل. فشوية خلنا نتونس، شوية خل ادرب الايم. طبعا انتبهت على واحد من الانفورات يشبه اللون مال هذا مال بيته، راح نحصله شكله كلش لطيف، بس شنو ركاله كلش عالي وايمه كلش خربان. يعني انا تارك اللعبه صار لي اكثر من 10 ايام لعبتها شوي انا فقط، فقلت شوي خلنا نتونس خلنا ارجع الايم. نفس الوقت الموفمنت وطريقه اللعب بيشبه المودرن وورفير، فما اريد اتعب راسي بالورزون نهائيا، اريد بس ارجع الايم لا اكثر ولا اقل. نفس الوقت نجرب هذين بس الوقت نرجع هذا الايم. وعندنا سكنات، لو ما ادري ايش حكيت انا اصلا نسيت. منتظر قطعه توصلني، يعني اذا صارت معجزه وحصلناها ف اشكر رب العالمين لله صباحا ومساء. اوكي، شنو راح احصل هني وكاني؟ اي هذول كلهم راح يجون منهم. هذا السلاح العاوي اي بعد انا اعتقد اي فيعني وضعية حلوة، وحطان لايك طريقكم يعني اذا عجب. انا هذا اول جيمري تارك لعبة مدري ايش قد من ذاك اليوم اللي لعبت بي وورزون يمكم. واحد فوق هاي، او شيت لا خلص الجيم، كانت 11 من الصفر. لو مكمل كان حصلنا نيوك، كان حصلنا نيوك. شباب 126 واحد، اذا سوينا لايك نحصل 126 لايك. فخل اراويكم السلاح، راح احاول اسوي نفس مال البيتة، يعني اسوي اللون مالته والتفاصيل مالته نفس مال البيتة، نفس الوقت ديكتر يعني زين. وانا عايش حاليا بسليمانية. الو ايش بي صوتك؟ شو المايك صوته مو زين؟ أكيد شباب الصوت فيه مشكلة، على مود أعرف شو أسوي، يعني مود أحاول أشوف. مجد الصباح شكرا على المية، خليني أراويكم وش شوف إيش حصلنا. الجوست ليجاسي طبعا يعطي كل الجوستات، كل إن شاء الله قلع، الحمد لله يعني ما راحت فلوسي هبان منثورة، كل الجوستات تجيك من ضمنها حتى مال باتل باس القديم كلش. هو أحلى واحد بيهم عزرائيل، وبنفس الوقت أحسن واحد بيهم من ناحية إنه ما ينشاف زين. الانفورات يعطوكم انفورات هواي من ضمن هذا الذهبي كلش حلو، هذا كلش حلو. صوتي بيصدي؟ هلا شلون؟ شباب بيز المشكلة الصوت لو لا؟ المهم حصلنا هذا الانفورة، الانفورة كلش حلوة صراحة الحمراء. وعندنا هاي الانفورة الوردية، وعندنا الانفورة شنو السودة، وعندنا انفورة هاي كل شم حلوة، وعندنا هاي، هاي لأنه تشبه الموضوع اللي راح يصير ويانا. احنا شنو؟ طبعا شوف 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 الألوان مال انفور، أقول مال يعني مودرن وورفير بشكل عام، تخبل والله العظيم تخبل، كلش حلوة، كلش حلوة وجميلة لا بعد حد. إذا أريد ألعبها بهاي الطريقة ما اعتقد يرهم، لا 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 خلنا نخليها في شيء يعني. ولست الاس جي اف كندر هم راح تكون باللون الاحمر، اللي راح يعطيك سكنات راح تكون نفس هذا شكله،
راح اجرب العب مره هذا والعمود هيك نطب اجوال مودرن وارفير 2. اوكي فهسه شنو نسوي احنا؟ اذا نريد نوخر هاي الستوك لانه كل شوي يسوي ريكويل، نخلي بدالها في الشيء يعطينا ريكويل كنترول على الاقل يعني، او نخلي هنا ال اتشي من هذين الدوتات، تمام؟ خلي هذا الذهبي ونرجع على ذاك القديم، لأن ذاك القديم يشبه كلش الموضوع مالتنا. وأنا هو الأخضر، إيه هذا الأخضر، تمام. شكل السلاح حاليا كلش يشبه السلاح اللي راح نحصله بالبيتا، تمام. خلنا نلعب ونشوف، نلعب ونشوف. تحميل مسبق البيت اليوم بثماني بالليل اصحاب بلاي ستيشن. اي بالضبط، اليوم ما راح احملها، الاربعاء صارت تخبل. اي انا نزلتكم فيديو يعني. شو وقت تلعب وورزون؟ الو خلنا نلعب لنا بعد جيم، يمكن فد شوي يعني العب وورزون. زين سكنات الوورزون حاليا تروح هو بعد كله. شوف كله راح يبقى ويا اللعبه نفسها، يعني المودرن وارفير والفانغارد والوورزون والكولد وور كلها راح تكون مجموعه واحده منفصله. راح تبدي انت بعصر جديد، عصر المودرن وارفير 2. عصر المودرن وارفير 2 ويا شنو؟ ويا الورزون الجديده مالته الخاصه بي، بسكنات الخاصه نهائيا ما عليه بذاك. يمكن بعدين راح تنزل الكولد البلاك اوبس، اللي هو البلاك اوبس اللي راح تكون من ضمن يعني ويا الورزون، ويمكن بعد لعبه ثالثه، ممكن لعبتين السايكل راح يكون لعبتين او ثلاثه. بس يعني ما ادري، احس الموضوع راح يكون لعبتين لانه راح يصير 4 سنوات، لانه كل لعبه راح تكون سنتين، فيمكن كل لعبتين راح يصير ويا ورزون جديده وهكذا. وهم ناسينا باللايكات شباب. شباب تعرفون واحد يقدر يوصل من الموصل للسليمانيه؟ يعني حرفيا راح تخبل. اريد اجيب القطعه مال الجاتو اللي هي اللي تخرج 120 اف بي اس. انا عندي وحده الجاتو هنا تخرج 120 اف بي اس على مود اقدر العب 120 اف بي اس وبنفس الوقت اقدر ابث. فهاي القطعه مو موجوده غير فقط بالموصل، وحاليا مغلق كل شيء، اهل التوصيل كله معزله، ما حد يقبل انه يوصل لي القطعه مالتي من الموصل. فاذا تعرفون سايق لو فد احد يوصل ب 10,000 دينار، يعني اكثر من 10,000 دينار كل شوي يعني يسوي لي فضل عظيم، مو 15 عمي هذا وروح الخاطر الطيبين. بس من يوصل؟ اريد واحد يوصل، يعني حكيت ويا شركات توصيل كلها ماكو، كلها تقول لي ماكو، كلها تقول لي ماكو. ولازم الا فد سايق لو في شيء، فما حد يشوف طريقه جاي للسليمانيه من الموصل. لانه هواي تعبت، يعني اريد بس اجيب القطعه، اريد انا عندي جبت البلاي، جبت الاسخامه، جبت القطعه هاي اللي دورتها باسفل السافلين. 50 دولار جبتها، لقيتها يوم واحد فقط وبقت وحده فقط. ها؟ والواير الاوبتيكال كيبل شيء براسي، يلا جبتي. ورا هسه هاي القطعه لك فد فقر سبحان الله. بس انا ما اوقف، يعني انا من النوع اللي ما استسلم الا اجيب القطعه. لو هسه تحترق السماوات والاراضين، لازم اجيب القطعه واسوي اللي لازم اسويه. اوكي؟ كم وعدنا انا؟ شو 2 ضد 2 هذول؟ شنو جن فايت دخلت انا؟ ايه الم فور شكله كلش حلو صار، يا الله اتجنن شكله صار. ماكو فوكس البصرة، كل احد شيت وياه، ما حد عندنا هاي، فقط الطاقة اللي هم وكلاء حصريين مال القاتل بالعراق جايبين من عنده، لانه ما حد يستعمله، ما حد يستعمل هاي القطعة غير الا الناس المخابلة مثلي، يعني اللي تريد تسوي شي بخير. اي والله كلش حلو، باع المودرن، يعني هاي صار سكيل بس بعده خرافيه والله. لا هي معودين اهل الغيره، معودين انطوني يا عطو. انا عندي مسدس. اوكي
الايم طبعا ده احاول ادرب الايم لان الايم كله زباله. هذا شنو ماتهم الاصوات الغريبه؟ اوقف خلينا نشوف شباب تعرفون احد لو لا. اللي يعرف رجاء رجاء خلي راسلني على الخاص على الانستغرام لو على الفيسبوك هذا رجاء يعني رجاء. اللي يقدر اللي متاكد 100% انه يقدر عنده احد يقدر يوصل من السليمانيه اقول من الموصل للسليمانيه يعني يسوي لي فضل عظيم ينقذني انقاذ عظيم ما انسى عليها طول عمري. اوكي اي خلنا نرجع نلعب شوي جرب لكم الانفورات هذين كلهن. انا راح اجرب الخضره والحمراء لانه اللي راح تكونن باللعبه راح يكونوا موجودات باللعبه. الله عمليه ماتي كلش خارط حرفيا ايمي جدا خارط نعم بين الواحد ان تارك اللعبه صار له هوايه. لا هذا منتظرني هذا صفاهم كلهم لا هذا وراي السلاح كلش ثقيل. زين الشاجور مات اخضر لو لا خلينا نشوف. لا الشاجور مو اخضر فشو نسوي نحط 30 طلقه او 50 طلقه. مو خوش جيم. عليكم السلام ورحمه الله. يا البث ليش يقطع كلش؟ صار لنا يومين حمل هذا الفيسبوك جيمنج. تحمل الفيسبوك جيمنج انا اصلا مدى يعني البارحه ما كنت فاتح على شيء. من راح تنزل بيته على البي اس 5 اليوم قبل البي سي ولا على شوك جبت البلاي 5؟ بس بنفس الوقت اكو سبب ثاني انه ارد العب الجود اوف وور. يعني الجود اوف وور جدا شيء ضروري كلش شيء ضروري. خلنا نحط سلايت اوف هاند بدال الشاجور تمام. اي شكل السلاح صار بعد احلى اصلا. اوكي وصار بعد اسهل. خلينا نجرب الرنتي. اوكي عند الرنتي هنا يمكن بعد اقوى فشي خرافي. كل مكان هو الرنتي قوي. ونحضر الانفوره الحمراء انه هي بالاف جي اكس راح تكون موجوده يعني راح يكون في شيء مشابه لها كلش يشبه طود كارمونايز اللي هي هاي الانفوره. وعندك هاي الانفوره حلوه والله عمي زين خوش. ويمكن حصلت بعد السكنات كلها اني خالد الاسد وغيره كلها حصلت اني 100%. خالد الاسد وبعد منو والله هواي شغلات حصلت بلاش. اوكي عندنا شنو هذا القريب اذا وخره مو مشكله. عندنا هذا القريب اذا وخره هذا افضل نحط له. هذا يعطي اصلا ام داون سايد سبيد فاني شو اسوي بالام داون سايد سبيد هالجين. ارجح هذا على مشكلين حلو. وبعد شنو نحط له 60 طلقه هذا حلو. 2 4 نحط سايلنسر لو لا نحط سايلنسر لو لا يلا سايلنسر 2 4 5 حلو. وهاي الموب صار لي كذا لاعبها يا الله. خلنا نلعب البدايه بالانفورة الحمراء تمام. شباب اللي او عنده اي معلومه عن واحد يوصل تو يعني هو اصلا يعني تاكسي لو عنده في الطلعه السليمانيه لو اي شيء اذا احد عنده فكره يعني رجاء راسلني على الخاص على انستغرام لو هنا انا الانفورة اللي هي كلش تشبه الاف جي اس كلش تشبه. تدري شو اراوكم يعني بس المشكله انه ثقيل ام داون سايت نوعا ما. تمام
جربت الماوس والكيبورد على البلاي ستيشن، صراحه ماكو انبوت لاج، حسيت بي يعني ماكو انبوت لاج بالموضوع. ليه خلينا نجرب الانفوره بدون هذا السكوب لانه كلش مو زين السكوب هذا. نوخر هذا ونحط لوبتك. بعد نفس الشكل مختلف. لا شنو هاي؟ وات؟ هاي مي زبالة بس ما كانت نيرمو علي عادي. بس احنا شنو نحتاج سايلنسر عم بنبين بالميني ماب. هجوم اليمين اكيد. انا حاط امبيد لو لا نخلي العدل شو سريع. تجي الكهرباء لا كلش ثقيل ازعاج حيل. وطبعا هذني الشغلات البيك الاغراض شباب، يعني لا عبالكم ان هذني الشغلات الزينة كلهم غلط. بس على مود شكل احنا نريد نطبقكم بجواء الكول اوف ديوتي. لا هذا هو هذا صدق اجينا اليوم. خلينا نشوف التحميل ايش قدر يصير. قرعة افتح بث رايكم ايش قد التحميل من كل شيء لايف. شو ضدي؟ اوكي اتوقع 25 جيجا اللعبة راحت 25 جيجا. عنده سلاح هذا ما استهدم. ابجي باي العصيان سريعا. هذاك واحد وراي الموقع. لا كم اون مان اعرف ليش تسقط ثقيل. خلينا نلعب هذا افضل ما دام بيته جايه. لا خلاص الجيم ما جبنا بيك كله جيم سكت ولو بس يجيب الكهرباء. انا اتوتر من طفي الكهرباء. الزومل رسميا كرد يا رب يلعب كل قوته بين واحد من المتابعين. زين انا عندي انا نسخه مع بالي واحد دزلي عندي حل الموضوع مالتي. يلا ابو المولد. طبعا ابو المولد لو تشوفوه السمناتي عبالك يدحرج مثل سونيك على مود يوصل لل مات المولد. شوف الانفارات الثانيه والله. باين انا حاط السلاح مال كولد وور كذا اسوي الجلتشات مالته. واقدر اطلع لون يمكن مو؟ اي اقدر احط لون بعدي بس هذا اوخره قبل بعد يروح انتي. هذا والله سلاح. عندنا هذا حلو. وانا هاي كانت اول انفوره باللعبه كلها. عندنا هذا كلش حلو. الوردي يلعب النفس صراحه. عندنا هذا لونها. هذا كلش حلو.
بس مشكلة البيرل حاطة إلى هاي. يعني شوفوا هي بيرل طويلة، ليش أم داون سايد سبيد؟ يعني لازم يحطوها بدال هذه، هذه اللي تعطي دامج رينج. جتي كهرباء. ما بالثلجية كلش ملعبنا هاي، ما اعرف الطرق مالتها. اعتقد هذا واحد من المتابعين، ما ادري. من هاي طلعون لو مين؟ هاي يصعد منها واحد. اوكي اجوي. كم واحد لفوق هذا؟ ما ندرى على المبنى هاي. تحركات يا مو قوية. تحرك كله كله هو كله يخرب شباب. كله يخرب من تتركون اللعبة مدة من الزمن. يعني مو بس اليم. تحركات كلش يختلف الموضوع. مبين زين. تقدر اجيب نيوك؟ دا اشوف اي شيء. لا 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 فوق هذا فوق وينه؟ مش فهم بقيت عايش. اكو واحد دم. طلع عند الجان شيب بس انا ارضى حصه نيوك. لا جان شيب وانا مهزان، اريد نيوك. قريب. لا 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 يا الله بقى ما بقى شيء. كان جد بقى له لا وين هي 17 كده ما عبالي هواي ساعتي. بستعمل الجان شيب شوي. هاي ما ينضرب هنا اصلا الجن شيب ما تفيد هنا انا. ما تفيد الجن شيب هنا. يا ابويا يبو انا اخذ هناك هاي. يا ابويا يا اخي تحس روحك على بالك فيلم. نسيتها نسيت الجن. اي بالله خلينا نستعملها يا عم. طبعا خلينا نطفي سبلتس. ما قليل هاي مو خوش. ما بيه كلها
ما بيك الله تعالى الماب ما اقدر اكتل اصلا. ضاعت كتني بالحقيقة يعني باللعبة يعني قصدي مو بالجيم. بس هذا شلون اقتله ما تقول لي شلون اضرب صاروخ نسيت ما بتجي لك ده طب يا صاروخ طب واخيرا قتلنا واحد يا خلي تولي خلنا نطلع من طيارة ما تفيد اوكي ما جيب ذا نيوك خلنا نطلع نجيب لنا ماب ثاني. ايه الجرايند ما ادري صراحة شنو ادخل اكو هاي شو ذا شيب ممكن نجرب الله شو ذا شيب فانغارد زبالة من بداية قلت لكم زبالة كل ناس قال لا يمكن بعدين تصير احسن. هي شوف دائما اللعبة تبين من البيتة تجيك البيتة لسه مال مودرن وارفير اذا زبالة فاللعبة كلها زبالة اذا حلوة فاللعبة كلها حلوة من البيتة. شايفين هاي اللي يقول لك اذا شوف والله هاي مال الزواج يقول لك شوف شعب رجل المرأة هذا كان اسود فهي هاي زباله ذبه بالزباله وهذا كان وردي اوكي نفس الشيء هنا عندك البيت لعب وارزون والله ملينا من عد هذي كافي ملعبنا الف سنه بس خلينا نرجع عليهم على الاقل. كم لايك ندخل بالميتين هم حتى طريقه الحكي وياكم هم نسيتي اصلا مدى بالقليل. اكو هاي اللعبه اللي تشبه بلاك يعني لعبه خرافيه فدت ونست عليها ونسي شيبمنت ما نقدر نجيب بيها نيوك مستحيل صعبه كلش يعني الغدرات كلها بس شو راح احاول اوكي راح احاول انه اجيب الجان شيب ويج نرجعهم كلهم مره واحده. عشان شو ما مات مستحيل انا يفيد الاس ام جي جدا انا احتاج 60 طاقه صدق اعباء مستحيل نقدر نجيب نيوك هنا انا خلينا نلعب لو جرايند لو هاي روست اند هوكي ما شنو عندنا الجراوند وور خلنا نلعبها شوية اللي ناسيها يعني هذه يبي بردانسك ويعني اللي اشتاق البردانسك خلنا شوية نلعب هاي الماب بس قل لي شو وقت يبثون بطولة على مود حصل كود مال بيته مو بطولة والبطولة راح ينزل حدث يوم 15 بالشهر الساعة 7:30 على يوتيوب ومن خلال هذا راح تحصل انت الكود. انت شو تسوي؟ تربط حساب الاكتيفجن مالتك ويا او الباتل نت يمكن ما ادري هو اكتيفجن ولا باتل نت اعتقد اكتيفجن. بس عندنا هاي بونيارد. انزلها. الله. تربطه وهو على فجأة يعطيك اياه يعني بخل وين صار خلينا نجيب سنايبر خلينا نجيب الاكس 50 مالتي تعال جيب الاكس 50 الذهبي وينه دراي لا نشحاب حط ستان اوي لك دولا كلهم كمبر انا خرب يومه بس يرادنا يتفد سنايبر تاور بس مطم من عندي مهم راح يتفجر يا معود اطلع يموت معي معود
اكو اتش دي دي يصير. لك لا ما عندي ستيم، نسيت ابدله. اخر نبدله. الهيبه مال يابا ما داف تمين. آه مو خوش ماب. بس شنو؟ اشوف ليش فالصعده فالصعده ارد اشوف بوضوح. ما بصعدة منه؟ لك صعدة من ديجي. اطلع من اليسار. لا لا يا ماب مو مال هذا، مو مال سنايبر ابد. بس اشتاقيت له يا اخي، والله اشتاقيت له. اي 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 هنا واحد ورايهم. هذا كتلو فوق. اوه يا وين هذا؟ وين فوق صعدة يا با؟ هو هو دايسر معودين معودين. خلاص صعد منه انا، اقدر اصفيهم من فوق. شنو طريقة كاملة؟ هو مجرد تدخل على السيتنجز مال يوتيوب مالتك، حساب مال يوتيوب مالتك، تمام؟ ليش ما تجي الطلقة؟ ليش ما تجي الطلقة؟ سموا كلهم هذا واحد هنا واحد هنا واحد. تشوفون حتى بالموب هنا مبينة. انا اروح اليمين كلش. تربط حسابك مال اكتيفيجن باليوتيوب وتدخل تتفرج على ال، بس هو مو شيء اكيد، بعدنا ما متاكدين صراحه. وانا على البث راح يعني اقول لكم، انت مجرد باع البث مالتي وخلاص. هذا هو ارى علمك. شلون ما جت الطلقه؟ شنو السالفه هجي؟ هاي شنو ترى بيرلات والله؟ شلون ما تهز؟ اوكي. ايش ما ادري اشوف صاير هنا. هذا ابو هاي العنقوديه من رشنيه. يا اخي شلون ده يشوفني وانا ما ادري اشوفك اخي؟ شلون ده يشوفني؟ اخي والله ما ادري وينكم، والله والله العظيم والله العظيم. يا بس كيف ثقيل خرب ليش السلاح. انا العب لهم كيلو، تعال شوي كيلو ليش لا. اطلع هذا يطلع. ما كان ما تفيد نهائيا، ما تفيد، عبارة عن هوسة. انا من قبل، انا بالورزون قبل اصلا ما كنت ادخل البونيارد نهائيا، اتخبل من عدي. كل جيم عادي. سكت هوسة خرب ليش شتهم. بثاني خليك كوك سكوب ويشيل كاتم ما يحتاج. هو هم صح. على انا شوف حبيب، شوف اللي يريد يعرف الطريقة مجرد باع البث مالتي انا اعلمكم على كل شيء، تمام؟ فما راح يفوتك اي شيء. اي ممكن تشرح طريقة؟ آه جاوبت الولد، جاوبت تمام. لعب سيرش بعدين لعب سيرش، بس ارد اجيب نيوك هنا أنا. بس خلينا نجيب نيوك خلاص. فكت البث باكر ساعة بالسبعة ونص، أقل من السبعة ونص، تمام؟ أنا مبين يلعبون بأقوى أسلحتهم.
هاي يسموها يعني ما بتشفيره مال الملتي بلاير. تمام دلع هذا فيكتور. هاي الاسلع ما تقدر تواجهها نهائيا بس يا اخي رد نتونس. احنا جرب لكم اسلحه نحسسكم بجوا البيتا قبل ما تنزل. ماك فكره من الموضوع. لعبنا كل شوي اللعبه، جربنا اقوى شيء باللعبه، سوينا شيء ختمناها كلها من اساسها راسها. وقت السلاح شكله هيك باللون الاخضر. سلاح ثاني لون اخضر هيك. فون دا دوس مربع. اقول دا دوس اربع على مود احط بليت مال وورزون. اسعد بين فدشون في الوورزون. قالوا انه صناع المحتوى راح يلعبون، قالوا انه صناع المحتوى راح يلعبون الورزون والملتي بلاير. لو اليوم لو باكر يمكن اليوم، بس ما يصير اليوم. انا اشوف باكر يمكن يعني منطقيه اكثر. لا لا يا خلينا نجرب الاسلحه الثانيه. اذا نلعب ام بي 5 يعني الوضع كل السهل يصير. الام بي 5 هاي ما في اقوى شيء باللعبه بس ام جي. جواي هواي ناس. وينك اخي؟ بس ادور هاي مثنى السماوي. السلام عليكم. اجتهاد تقليد باطل. اوكي هسه شو نسوي لك؟ نسوي لك حضر. تمام ان شاء الله تلقي الصفحة المناسبة لسوالفك التعبانة جدا. ما اعرف يعني الناس شنو يفكرون من يجيبون شغلات دينية بمكان ترفيهي. حرفيا عبالك مثل واحد دا يرقص بالمسجد. شكت البث ما تتعلم حبيبي والله جاوبتك مليار مرة. قلت لك باكر باكر ساعة بالسبعة ونص. باكر ساعة بالسبعة ونص. باكر ساعة بالسبعة ونص. سبعة هيجي. اوكي شكرا. رامي شكرا على 310 حبيبي، شكرا على الدعم الله يزيدك. النيوك لازم تجيب 25 كله انت؟ لا يا 25 اعتقد 30 مو 25. مصطفى مرحبا يا وسهلا. ايه سبعة ونص. ايوه سبعة ونص. هو بالحدث اتاكد اذا اكو كودات لو لا. اول شيء نتاكد اكو كودات لو لا، لان قالوا هم ممكن يسوون هذا الشيء وممكن لا. فخلنا نتاكد بالبداية وراح اعلمكم شلون. واذا تريد اكتب باليوتيوب how to connect Activision account with YouTube او كيفية رابط حساب Activision مع اليوتيوب، اكتب هيك وخلاص. اه طبعا هذا كورد كل ساعة يطلع لي كود مال بري الفا. اقول بري هذا بري بيتا. عمو تقدر تلعب البيتا اذا انت بلاي ستيشن، واذا انت بي سي طبعا بعدين البي سي والاكس بوكس. كل السهل مو في شيء يعني صعب، الشيء كلش تافه اصلا مو بس سهل. يجوني كلهم من هناك.
ايمي كلش مو زين، ايمي كلش مو زين حرفيا. بس ما ادري هذا سكوب مال الام بي 5 متعود عليه. خذنا قريب الام بي 5 كلش قوية. طبيت بالنص ميس، لازم ابقى على الحواف، لازم ابقى على الحواف. اوي 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 جابل يا الله جابل يسمونه. فابدا ما نقدر نجيب نيوك نهائيا ما دام شغله هاي بعد خلاص. again بس تدرون ان شاء الله نسيت شغله مهمه، انه اني اقدر احط الفيكس كويك فيكس عم ترجع دم بسرعه. شو نلعب لكم؟ ارت العب لكم في شيء ونس، في شيء ونس. نذل المفرط هستون حصلناهن. وصدق بالله وقف وقف، هو لازم انا حصلت كل الشغلات من ضمنها خالد الاسد وغيره. خلنا نشوف موجودين لو لا. هو انا خالد الاسد اصلا، انا خالد الاسد. اي والله موجود، حصلناه، حصلناه الخالد الاسد. واعتقد اكو هم بعد اسلحة، بعد اسلحة اكو. خلنا اراكم اياها الجديد اللي حصلناه. جنن الاسلحه يا اخي والله ناسي. يطلع لي قبل من هنا اسلحه اللي ويا خالد الاسد، وبعد اكو فد سكنين، بعد هواي شغلات، هي كل شوي شغلات. البار لا مو البار، لا لا لا. وبعد سكنات اللي عندي والله ولا ادري بيهن اصلا. نحصله شو اللي تحصله؟ انا دافع اعلى نسخه بالهذا بالكول اوف ديوتي مودرن وورفير، في طوك سكنات بالمودرن وورفير هاي نفسها. بدا اشوف شنو هي السكنات هنا اصلا، يعني ادور السكنات اللي حصلناها. يوسف ما ادري شنو انه هذا ممكن؟ لا لا هذا محصلي اصلا. نلعب والله شوي وورزون، اشتاقت لها. نلعب لكم سنايبر وهذا لو شنو نلعب؟ والله ما ادري، حتى ما اعرف شنو المتا، شنو الناس اللي دي يستعملوه، شنو القوي، شنو الضعيف، كل شيء ما ادري، كل شيء ما ادري. انا اصلا بعد ما اهتم باللعب، انا ما اهتم، يعني مليت من عدي. ان شاء الله خلينا نرجع للمودرن وورفير، نجيب نيوك على الاقل في الشي والنس. لعب سيرش، سيرش والله ما ادري ايش يلعبون. سيرش انا يا سيرش تمام، خلينا ندخل سيرش. واي نوت، وش تلعب بالله سلاح؟ وش تلعب بالسلاح؟ شو هذا؟ لا مو هذا، اوقف
شوف هذا ونحط له اطلع بسنايبر فتكارينج لو فش من هالقبيل. كوادي انا عربي نحط هاي السوالف لو من ميرهم اصلا انا اصلا ناسي شلون الوضع وش يعطل اصلا. خذ نوخر الكاتم ونحط له سلايد اوف هاند مود ام داس هاي سبيد اكثر او 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 نحط ام داس هاي سبيد بعد اكثر. هذي شغله بس فول كلش قوي كلش قوي بالسيرش هاوست الم ها وشي بغدار بدوي هاي شو معقول طلع الدخلة وين عربي وهلا بالعيال مكسوات لا ما تفتح اوه هاي الماب ما اعرف الحين هاي هاين ما اعرف هاي الماب شو ما اعرف عنها نهائيا لا لا ما لقيت له ما لقيت احد هي قطعة واحدة وياها يعني في شيء بسيط يعني وياها يو اس بي هاب بس يعني اقدر ادبرها من يوم بس هي امشي القطعة والله ما ادري هي مين طلع مين يجوني مين يسار والله ما ادري على اليمين كلش ايش الواحد ايش بسبح لا العب تيم كان ليك السنايبر الله يا شيت فين هذول معرقين سمعني 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 هاي هنا مال واحد يقعد ينتظر هو ما 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 تعب قران اشرف انه راح اسوي لكم اياها هنا نجيب النيوك يمكن بالسنايبر سهله ترى سهله طب قبل طقني يقعد يكمبر وقاعد يسمع صوتي طب كتني ايش اللعبه نفس صلاح شنو حبيبي تفضل بدي اسالك اذا تبث على جاتو اتش دي اتش دي اس والله حبيبي اكيد على الاتش دي 60 اس على الجاتو انا بث حاليا فاريد اجيب الجاتا بعد افضل من هاي اللي تقدر يعني تخرج 120 اف بي اس من البلاي ستيشن ايش انا صدقت شو جاك تعالوا ما عندي مشكلة تقدرون تدخلون السيرفر تعال انا اسال ما عندي مشكلة القاتل اللي عندك 4K لا اورد جيبان ال 4K 60 برو اللي يتخرج 120 اف بي اس تلعب بالليل بي اس 5 بي اس 5 ما اقدر العب يعني اقدر العب وحدي بدون بث هنا المشكلة هنا هي المشكلة العويصة فلازم الا اجيب هاي القطعة اذا ما اجيب هاي القطعة ما اقدر انا ابث اذا ابث فلازم ابث 60 اف بي اس يعني اللعبة كلش مزعجة تكون ما اقدر العبها مثل اوادم عندي بلاي ستيشن وعندي بي سي حاليا اذا العبها البي سي من تنزل البيت راح العبها على البلاي ستيشن اي
وداني شكرا على 50، شكرا على 50 ثانية، تسلم. قاتل اللي تحت شبيت عندي بس ما تنطمي 20، بس بالبث ما تنطمي. هي تخرج 120 بي اس اللي هي 4K 60 برو، برو مو غير شيء، البرو اللي ام كي 2 يسموها. تمام، بدأت حفلة النجوم. يحيى شكرا على 100 حبيبي، سمع الدعم. اللي يقدر يسوي حفلة النجوم فيعني محتاج اوصيكم، اعتقد يعني ها محتاج اوصيكم. يوانا بي قناديتكم بالسوري أستي بالمحترم، بس هو اختصاص، انت تصير اختصاص لو بالورزون لو بالسيرش لو بالاماكن ثانية. ايه اللعبة هي كلها هيجي يحتاج لها اختصاص، تكون مختص بشي معين، تصير حصرية بدل البلاي بالاكس بوكس. ما تصير حصرية بعد 3 سنوات، ميتين عايشين الله كريم. لو تصير حصرية، لو ما تصير حصرية بعد 3 سنوات، وايد 3 سنوات كل شوي يعني بعد لعبتين. علاوة حتى لو تخلي الكاميرا تصور الشاشة بس خليني نشوف اسلوب اللعب. لا انا راح ابثها، راح ابثها يعني اول ثاني راح ابثها حتى لو 60 اف بي اس، حتى لو 60 اف بي اس امر العب، شو يسوي امري لله، ما عندي حل ثاني. عرضت نفس مالتي رجعت جبت اخر شيء لحد ورجعت جبت اخر شيء لحد شو 350 دولار، شنو 350 دولار اللي تخرج 120 بي اس. ترى هي ال 4K 60 برو سعرها 250 دولار، تخرج 120 بي اس و 240 بي اس، مو بس 120. هذا الولد كوردو اللي موجود من المتابعين، اهلا بيك. ما بشايفه، انا اشوفه بس. رابط ديس موجود بالوصف، اكو لينك تري، او راح احاول انه اسوي، موجود بكل مكان صراحة رابط مال ديسكورد، او دزلوه يا شباب اللي عنده ياخذ دزلوه. دي ورا صاروا اوكي على اليسار صاروا قريب. هذا راي مو راح خلص طلق، ما عندي بس ما تقريبا هنا نرجع ار بي جي.
بعدنا قريب. كان ورا الجدار لو الجدار ورا. خمس طلقات بس. بعد راي. ماكو واحد عنده. لا 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 بس ثواني شلون اخلي بيرك مال سكافنجنج اخليه معقوله؟ اي سكافنجنج خلينا نخلي سكافنجنج. ما يحتاج مو مهم. ب 350 دولار مو مهم صراحة. يعني أنت عندك الشي يسمونه قولي أي عندك هذا البي سي بي سي إي آي مدري بي سي آي اللي هو تخلى بالحاسبة. وركس برو كلش كافي ما يحتاج هذا الزيادة. هذا خاير. السلام ورحمة الله. أنا ما أدري عن ما بدنا هاي. هذا ما صعد. يا الله ما ادري هذا كلش عسه مستهدف دي هذا ليش قبل ايام يرميه. هو لازم اظل بمكاني افهم. لازم اظل بمكاني ما اتحرك باي الماب. بس المشكلة انه ربعي يعني المتابعين يقدرون يعرفون وين اني. يقدر يرمي عليه قبل هيك شايف. باع ليم خراب. ليم خراب 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 خراب. ما اقدر اطلع راسي بنا بعد لانه راح يسمطك بها. بس طلع راسك سمطني. هيلو تحرك شوي اخي. لا تصير مثل اللي قاتوا عادي بس شكل احلى. اني قصد طلع وشه لما تربط بالبي سي لان صديقي تستخدم بث تصير وشه صوت بالبث. صديق وشه انا اول تالي يعني عندي كارت صوت على فكرة يعني. يعني عندي المكسر فاقدر شنو اسوي اجيب الوايرات مع الصوت تكون عن طريق المكسر مو عن طريق الجاتو. فهمتني؟ بس هم راح اتأكد يعني. شنو عن طريق هذا كلش خطيه يعني حيل كيف يدري بياني هنا.
كمل شو يسمونه فيسبوك جيمنج. الوضع يصير تمام يمك. لا اضرب الطوق. اي جود اوف وور رانجوروك والله شقاقي، ما توقعت هيجي صراحة بكمية جمال مو طبيعي، ما توقعت اني صراحة. يعني هم يروح للحورية وما ادري شنو، ما ادري اكون بين العالم الارضي البحري ما ادري هيجي، يعني تقريبا بين اكو هيجي يعني باللعبة العالم البحري. الحدث انه كريتوس كل مكان راح بس عالم بحري ما شايفين، اكو حورية واكو هذا قنديل البحر تشي صراحة. في الشي حسيت روح بون بيس. طلقة ويد اقدر اقتلنا اي واحد. انا راح العب تيكن وراح العب جود اوف وور، راح العب لكم اساسن كريد، كله راح العبه والله ما بقى ولا لعبه، لان لعبات صدق قويه مو فد شيء اعتيادي، لعبات قويه مستحيل ما العب وما انزل عليهن. راح اتونس كل شويه صراحه. لا ما سمعته. فيفا لا لا شن فيفا يا يا فيفا هذا لعبه النفس كل ما انا الكلمه. ايش نزل تريلر؟ اي بارحة نزل هواي تريلرات قوية. وش هو من صوت من البيس يعني هو القاتا ما تطلع صوت وش بالبث ده حظك دستيوي. هسه انت عندي انت تخلي القاتا تمام وصوت من البي سي، يعني صوت البي سي بي وشي صوت البي سي بي وشي لو هي القاتا. يعني انت شنو هو دا ينقل الصوت عن طريق الالقاتو ولا لا؟ اذا دا ينقل الصوت عن طريق الالقاتو فممكن يصير اوكي وشه، بس اذا هو دا يستعمل صوت من ميكسر يعني هو اكيد ميكسر او في شيء ثاني، الشيء ثاني ممكن ان يسوي وشه، بس اذا من ميكسر في شيء مستحيل، يعني هو شيء مستحيل. يعني انت مجرد تحط صوت من السيستم مالته بالضبط هو اللي يعني هو حاسب نفسه تطط صوت، ما راح يصير اي وش نهائيا الا اذا من الممكن يعني ممكن من هذا من الكابتشر كارد نفسه. فراح اسال هسه صاحبنا اللي هو بكر اقول له اكو وش لو لا. اي صوت لاحظت اي صوت وشي من سوي ستريم من بي اس 5 نشوف والله. اوكي شنو العب لكم سلاح؟ ما ادري والله. العب لكم حق الونسه. يمكن ام بي 5. 5 وينها؟ ما عندي بي 5 دي بي ام 5. انا العب شوي هذا الكهرة مشكلة. ينقل صوت اللعبة وشوف لعبة عن طريق USB. USB؟ ما بي USB ترى.
هو كارت، هو كارت صوت ينحط بال. اوف داسه انا. انا هذا ليش صابني عجيب. هذا كلش اه ترى عندي كثير. مامات عجيب. لا جانب الف. شلون ما بيحب بيحبي تايب سي دخل بالالجاتو كيبلز. لا 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 انت وين رايح وين رايح انت. انا دا احكي لك هذا كارت الصوت يتخلى بالمذر بورد الفور كي 60 برو بي قبل ينحط بالمذر بورد بي بس خانتين مال اتش دي ام اي فقط اللي هو الاوت والان اكثر ولا اقل. يا اخي شلون ما مات. Friendly UAV overhead. هذا راح يجي هذا. قتلهم. من هم؟ سمع لي صوت. ليش البث ما يصير تقدم متأخر بي؟ ما أدري. إيه داخلي داخلي مو خارج. الصوت داخلي يسموه مو خارجي. وينها؟ بدي استعمل صوت سلاح حلو. وينهم؟ بس هذا هو. ماكو داعي. Joy. يا اخي وينكم؟ وينكم؟ لا يبو تكتلنا. لا هي تمام. اذا تريد عندي شخص بالمصلح شي والله تحكي لي يعني ايش راح يسوي. اذا هو يقدر يوصل فاوكي، اذا ما يقدر يوصل فما يقدر يسوي ايش. بس يعني معلومات مفيده بلكي عند احد يوصله وفيتشي، لان انا يعني اريد اوصل القطعه من الموصل اللي ما قاعد تتوصل. ماكو كلها معزله، كلها تقول ورا الزياره، يعني ورا بدايه البيت بيوم. واول يوم هو اهم يوم يعني اكيد. اشنو يو ايش يصير هنا؟
قطع مال بث، عمود اقدر ابث من البلاي ستيشن الحاسبه ثانيه. لا مشكله، ماكو من بغداد، ماكو باي مكان، فقط موجوده يم الطاقه، فقط يم الطاقه لا اكثر ولا اقل. ماكو من السليمان، ماكو، هي قطعة نادرة يعني، مو فيت شي متوفر، مو موجود، ولو كان جبتها من زمان. حضرتك حتكون في بيت البلاي ستيشن ولا بي سي؟ اثنيناتهم راح اكون بالبلاي ستيشن وبالبي سي. لو هم تسوي تختيم سلسلة قد اي راح اسوي اثنيناتهم، اساسنز الاساسن جريد والورزون، يا ورزون الجود اوف وور والورزون وكل شي كل شي. شنو هاي مجاوب مثل ما جاوبتك قبل شوي، قطعت بث للحاسبة من البلاي ستيشن للحاسبة. متابع عليك حبيبي، تسلم والله تسلم. سلام مو من شكاها 45 يا الله. يا اخي ارد العب في شي جديد، ارد العب في شي جديد. الله يوفقك، حمستني حبيبي، الله تسلم تسلم. حب موجود عند شركة اسمها العين الحرة، العين الحرة يوصلون لا ما يوصلون حتى لو عندهم. هو كل جاتو هواي، بس انا اللي اريدها اللي هي 4K 4K 60 برو. اي والله ملينا، انا كلش مليت، ما اقدر، انا اصلا ما دابث ولا العب اللعبة، حتى مستواي كلش تراجع، مستواي جدا تراجع، بسبب انه ما العب اللعبة نهائيا. مليت ما مليت، اكار ليش ما تجرب تدخل على الديسكورد مالتي واكو بالتشات العام احكي وياهم، اكيد اكو ناس راح يلعبون وياك. العاب زومبي، اكو لعبه واحده اللي هي مسوي مطورين روسيين، ولعبه تشبه ذا ديفيجن وبنفس الوقت يعني تشبه ذا لاست اوف اس، عودي راح تكون لعبه كلش قويه، فمنتظراني انتظر هاي اللعبه ومد العبها. ايفر ميديا شو اسوي بيها؟ ما احتاجها حبيبي اكار، ترى يعني مره واحده يشوفون تعليقك، والله ليش ما تروح على هذا على الديسكورد وتشوف الناس افضل لك من هيك شيء. يا اخي ارد العب في شيء جديد، مليت مليت، ارد في شيء جديد. شنو شالوها؟ شنو تكو هنا انا؟ بندلات مال فانغارد وينن؟ شنو كهنا انا؟ بندل قوي عود على اساس. بقت اربع ساعات وراح يصير راح ينتهي الحدث هذا، اوكي؟ وراح يفوز واحد من عدو. طبعا انا ما كملت الحدث. عود على اساس احصل ام بي 40، بس شو اسوي بيها؟ طز عمي طز، والله العظيم طز. ولا اهتم، انا اريد العب لعبة جديدة هاي بعد. ذبه بالزبان، شو ذبه بالزبان كلها. بنفس الوقت اريد اشوف انه السي بي مالتي اللي موجود هنا اقدر استعمله باللعبة، هل راح اقدر استعمله بالمودرون في رجاء او لا. بس اعتقد اقدر، اعتقد اقدر، لانه هو سي بي بشكل عام لكل الكول اوف ديوتيات. نشوف شو رأيك اشتري 3090 تي اي لو انتظر 3090؟ كيفك والله. بس خلنا نلعب لكم لعبة ثانية، ثواني لو نلعب لكم شتر لاين اللي هي حاليا بدأت تطش اللعبة كلش قوية. لو نلعب لكم لعبة تشبه بلاك بس ختمتها، يعني ختمت الديمو مالتها. لا فتحتها بالغلط، لعبة عظيمة صراحة كلش، حيل تونست عليها كلش كلش هواي تونست. مع العلم هي بيتا فقط، بيها فد سوالف رهيبة. بس احنا هسه ما نقدر نسوي شي، خلنا نطلع. سوني جاي تبدع بالحصريات، مايكروسوفت بعد بس تشغل بالجيم باس، وكل واحد دي يحاول يسوي نقاط قوة لين.
هذا الشيء زين ما دام ان الشركات بدها تحاول تتنافس، هذا الشيء كل زين. وعد خلي يصمت الثاني، احنا شعلي احنا مستفادين اول ثاني. وعدنا بعد شنو؟ عندي هاي الصورة، في يوم من الايام راح اصير اطلع والبس هاي الباروكة. خلنا نلعب لكم شتر لاين شوي. قال لي ساعة 17 دقيقة، انا ولا دابت ولا العب، بس ملان ملان اخي والله. شنو خلصت؟ خلصت البيتة؟ بس لا خلصت البيتة مال شتر لاين. وات؟ لا حرامات، معقولة خلصت؟ لا خلصت يا الله، خلصت. playlist end on 3 سبتمبر. هاي خلصت صح كيد. بس playlist الثاني شو وقت؟ ما عاد يعرف شو وقت. لك والله شباب فادتكم لعبة شقاقية. راح انزلكم فيديو عليها بس مو سكيد، بس اني كل اللي شاغل بالي انه شلون توصلني القطعة على مود اسوي فيديو. اليوم ساعة بثمانية راح ينزل فشي على الكول اوف ديوتي مليار بالمية، يعني كلش عندي احساس بهذا الموضوع. هل ننتظر نشوف شنو نلعب لكم هسه؟ شنو نلعب لكم؟ عندي جوجو، واقدر انه ابث لكم عن طريق بلاي ستيشن. اقدر العب لعبه، عندي مورتال كومبات. تريدون العب مورتال كومبات؟ تريدون؟ عندي مورتال كومبات على البلاي ستيشن، اقدر العبه يعني. على اذا تريد مكافآت الحدث لعبه الفيلد 1، لو تريد مكافأة حدث بس تدخل طور الفلوس تجمع لك كم فلوس تشتري نقاط أشرار أخيرا. إيه فهمتك، ما خلي ولي ما أريد. درا عندي، شوف بقى خرابكم شو الألعاب اللي عندي، تمام؟ بس هسه لازم أفصل الجاتو هاي من هاي الحاسبة وأخليه لي بلاي. أنا أراويكم بلاي. أنا ما لعب بلاي أبد. نطفي هاي الحاسبة، تمام؟ بس أنا شلون أنقل الصوت؟ هم نسيت شلون انقل الصوت. اذا اريد انقل الصوت اول شيء خلنا نفتح البلاي، تمام؟ نفتح البلاي اول شيء اشوف شلون انقل الصوت بسرعة هالشي. بس يا اخي والله تدروها من البلاي 2 لحد السي، يلا جبت بلاي ثاني يعني. انا هاي ما عندي كونسول من ايام بلاي 2 واريد العب. شباب اللي بسليمانيا اذا عند احد جود اوف وور 3 ريماستر يعني والله يسوي لي فضل عظيم. ما اعتقد احد عندي يا اخي، اريد العبها بشكل مو طبيعي. الجود اوف وور 3 الحديثة ما لعبها الحديثة. بس هسه شنو؟ خلنا نتاكد انه الصوت يا هو مال الكونسول. صوت الكونسول يا هو المكسر، وطبعا اللي يريد يتعلم يعني كونسول. هذا الكونسول، هذا الكونسول عليناه، نخليه في الدب تشانل على الاقل يعني. اخليه في تشانل 4 او تشانل 3. تشانل 3 احنا شنو عندنا هنا؟ الجيم هنا لا لا هنا انا السمبل، وهنا انا اللاين ان اللي بداله اللي هو الكونسول. اي صوت اكو بالله نايس. اي حلو، بس شنو نسوي؟ اول على البلاي، اول على البلاي. بس اولا لازم اربط وايرات، اربط وايرات. ترون لا كيف وعد
اي والله اشتغل. لا يا معود لا تطفش. صوت الصوت عالي مال البلاي لو لو نصي. نصي. طب عندي العاب الك. عندي هسه كم لعبه. عندي المورتال كومبات وعندي هاي. اوكي. ماكو العاب بلاس، شو العاب كلش قليلة مال بلاس. هسه دخلت انا طبعا مفعل انا بلاس. اوكي. انا وين القاه حتى ناسي. هذا اروح على بلاس. العاب قليلة وتافهة. هسه جود اوف 4 والله هسه لو اكل جود اوف 4 3 نعلى على. شباب من عند من عند القرص مال بلاي 3 مال جود اوف 4 3 ريماستر. والله العظيم يسوي وضع العظيم ارد العبها كلش. اللعبة اللي تريدها موجودة عندي بالحساب، دز لك الحساب تلعب ريماستر علاوي. ريماستر هذا الحساب يعني الجود اوف 4 ريماستر لو شنو؟ طبعا لسه اقدر احمل الجود اوف 4 يعني ما طول تدرون. عندي هذا السكند سان لعبته صراحة يعني لا بأس اللعبة بس كلعبة مال بلاي 4 كلش لطيف يعني أول مرة أنه أجرب أنه أدوس الدقمة طلع أنه أنه طلع هذا تاتش ما كنت أدري أنه هذا تاتش لو يقول لك أنه سوى هيجي عباك تخذ الهاي وطرر أي نسخ بلاي 4 تمام هسه شلون أدخل على الحساب تريدون شباب هسه أحملها بس أنه لازم أطفي الشاشة وأسولف وياكم يعني بين ما نخلي الحساب فيكس فيكس شلون على فكره ما اعرف شلون اشغل الايم اسيست شلون نشغله الايم اسيست شلون لما ندخل دوسه اصلا ما يروح عليه ولا ايش ولا يسوي ايش حتى الايم اسيست خفيف ماكوش ماكو هاين حاليا اقدر العب بس مورتال كومبات انا ماتي النت كل سريع علاو دزلي الحساب بالله على الخاص هسه دزلي هسه الحساب على الخاص على مود هذا عمود نخليه ونحمل جود اوف 4 3 ونلعبها تمام عندك مرت ايوه من البلاس من بلاس اصلا نلعبه بالله نلعبه بينما يدزنا الولد الحساب ونخليه ونحمل
أنا ما صرت من جماعة كونسول أو صرت من جماعة بي سي، أنا عندي الونسة، وين ما موجودة الونسة أروح لي، أوكي؟ شك وين الفخامة موجودة أروح لي، موجودة بالبلاي أروح ألعب لي، مثلا نلعب سبايدر مان، نلعب الجود أوف وور، تمام؟ موجودة الونسة على البي سي هذا، بس هي الونسة كلها على البي سي، صراحة غير، الونسة كلها على البي سي. انا لسه ذا العب غير يصلخوني حرفيا بكل معنى الكلمه. خلنا نلعب تاور سنجل فايت تيست يور لوك، خلنا نشوف تيست يور لوك شنو هذا. طبعا انا ما لعب مورتال كومبات، جربت العب شخصيه واحده اللي هو هذا، اوكي اسمه كينشي، صوت كلش حالي، كينشي العبه شويه زين يعني. هذا شوي هم زين، بس شنو هم ذولاك يسوون كومبوات يعني يشقوني شق. انا العب لكم كينشي شوي. شدم عندك عداوه ويا جماعه اكس بوكس؟ شالي اذا انا الاكس بوكس العاب الاكس بوكس موجوده على البي سي، شو قد اشتري اكس بوكس اصلا؟ هاي شنو هاي؟ شو الصوت غريب؟ شنو هاي؟ خلنا نسوي صوت والله مال ال صوت الكونسول كلش غريب، ما ادري احسك في شيء غلط، ما ادري يمكن لان انا متعود على هذا. والله خلينا نروح على السيتنجز. شباب شنو افضل سيتنجز للاوديو مال بلاي؟ انا لقيت كم واحد، اوكي هسه مثلا وقف 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 اتش دي ام اي ديفايس ساوند بار، شنو هاي؟ امبليفاير اعتقد. خمسة اذا اسوي ساوند بار شنو لا لا امبليفاير اي ما اقدر اعدله من ال 3 دي، ما اقدر اعدل ال 3 دي، شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ ليش؟ عجيب. يلا هذا ايش يسوي؟ خلينا نشوف الولد دز لي هذا، دزيت لي الحساب مالتك على الفيسبوك؟ هاي هو العلاوي؟ عم لسه نخلي الحساب على الفيسبوك على انستغرام دز لي اياها. عم لسه نحمل جود اوف وور نلعبها لك، والله حقق حلمي صار لي 1000 سنة. لك اليوم غيره قضي من الصبح الليل العب جود اوف وور، بس اعطيني الحساب اعطيني اياه. دز لي على الانستغرام ولا على الفيسبوك نفس هذا حسابي، اوكي؟ يمكن ابدي بث جديد، تدرون؟ ابدي بث جديد والعبها يعني، اقول انه شنو ليفينج تاورز؟ والله ما ادري هاي شنو. لك صدق انا عندي متابعين يقدرون يدزون لي حسابات وسوالف. والله سالفه حلوه، حسابات مليانة ألعاب وهاي السوالف. عنده هاي الحركة. اوه وات ذا هيل. والله أنا أعرف ألعب صراحة. والله أرد أشوف شنو يسوي حركة. بيها سوي بيها هذا تشيل. طبعا انا شباب كل شيء ما اعرف حرفيا، بس اعرف ايش كم حركه يعني. لا ما وصلت القطعه اللي اريدها مع الاسف. اقدر اسوي لكم الالوان طبعا مال مال اللعبه بعد احلى من هيك. ما اعرف اسوي اي كومبو طبعا، كل شيء ما اعرف.
اوه هاي حركة صد ما صد. زين هم الناس شلون يلعبون؟ يلعبون بالجير لو يلعبون هنا بالدقم هذي؟ ها؟ يعني هسا مثلا العب مورتال كومبات شلون واحد شلون؟ واحد شلون يلعبها؟ اوه العب دمي هذا. والله والله جميل. نسي من البلاي اطلع بس ارجع وذلك عنه. والله كش مفتاح متحد بس مو مبين ورا ساعة غير عادي. اذا ورا ساعة مو مشكلة. فينش هيم يونس قيس حبيبي. لعبت اول شيء انا لعبت المودرن وورفير. شنو شنو شو شو هذا حبيبي يونس القيسي؟ ايش في قلبي؟ شنو بندك تريد علي؟ ما انت تحكي انت على الولد لو علي هذا علي اوكي بس على الولد بندك. لا بس قد حاجب نلعب كوه. سنجل فاير تاور تعرف فينش؟ لا ما اعرف على سيف سمنا اختار. والله ما اعرف يا شخصية حلوة اللي تونس اكثر شيء. اليوم الايرلي اكسس ما ادري والله. لا مورتال 11 مصيبه احلى. ليش يا مو مورتال كومبات 11 يا 11 هذه يا 11 مو اوف او شنو لك على ميلي هاي الحركات. لا يا الله شو هذا اللي زمني قبل الكعبة. آخ عيني كان هنا عيني رايحة. اوه ماي جاد شنو هذا؟ ووت الله يا ابويا هاي سوينا بي داي الهضيمة. شنو انا اقدر اسوي ايش قد ما اريد؟ شنو انا ما افتهم هاي ليش اقدر اسوي ايش قد ما اريد؟ ما يصير هيجي. راوند 2 فايت. لا لا ما لا شلون اسوي الحركات؟ والله ما ادري. والله ما شلون اسوي الحركات. اوه باف لا 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 ها ما يفيد هذا المود. خلنا نبدي مود جديد. هاي خلص ال شنو هاي الهدية يا مورتال كومبات هاي اللي عندي انا مو مورتال كومبات 11 يا 11 هي اللي عندي 11 هي زين. لعب تاور ليش يسدا مشغل في سي دا لعب ابو عليك القسترس تبو جرب هاي بالله. شوف انا هسه اقدر ابث يعني هسه شوفوا هسه هذا 60 اف بي اس انا اريد 120 ما اعرف سنة تسعة حركة ما اعرف شنو الحركة صراحة. عندي مثلث اعتقد اوكي اوف ابوي انا شو عندي حركات
جوه ويمنه، جوه ويمنه تورنيدو. عندك سبين يمنه وهذا و... اوكي تمام، هي كلها بالمربع بين السالفه. عندك سبين، عندك ال... عندك عندك هاي. اوكي فهمت، بس اعتقد ذاك ذاك افضل. شلون الله لك، والله اعرف العب. عندي شاشتين، واحدة على اليسار واحدة. لا لا هي مو مقبولة. الله طبعا شباب، بعد تقريبا بالليل راح العب لكم God of War. ورا الصلاة، ورا الصلاة مباشرة راح احمل اللعبة والعب God of War يوم. والله صدق يا رب، انا نسيت، انا نسيت لك والله، وش شلون نسيت. اخ يابي الكلب، شلون اسوي فينيش؟ هذا اسوي فينيش لك والله ما اعرف شباب، شلون اسوي فينيش؟ شلون فينيش؟ هاي هاي الفينيش كلوز، لازم اكون جوا. هاي شنو؟ جوا يمنى جوا يسرى، جوا يمنى جوا يسرى، جوا يمنى جوا يسرى، جوا يمنى جوا يسرى. اي والله سويت، اه سويت. لا لا ورد اشوف، لا يس او ماي جاد. شنو؟ لا يا الكعبة. لك والله شنو هاي اللعبة. لا مخلي هذا اللي زمني. لا يا الكعبة، اخ عمود البغر يابي. ابي شلون شلون اوقفه؟ لا والله ما اعرف. نلعب لكم هاي سكند سان، خلنا نلعب ذيك اللعبة بينما صاحبنا ذاك يدز لنا الحساب. أبغى أزوج هسيك ستريس تايم. ليش هو God of War بس حالاته من تخليه أصعب شيء؟ والله هسه خلنا نلعب إحنا بشكل اعتيادي God of War. نلعب هيك من البداية بس بيهم صاليخ هواي مو بالله. God of War 3 بيهم هواي صاليخ، مو مثل الآخر شيء هاي. ما بيها محترمة كلش. هاي اللعبة لعبتها شوية طبعا. ما ادري. هاي لعبة مال بلاي 4 هي. ايه من كان سرسري خراب بالحال. يمكن جود، يمكن الجزء الثالث هو اكثر واحد بيهم هذا مو؟ الجزء الثالث هو اكثر واحد بيهم كريفوس ادبس طايح الله. بس احنا شنو نسوي؟ لازم نفتح الماب. شنو نسوي هسه؟ انا شنو ماكو مشي؟ بس احنا لازم نروح هنا انا على المنطقة الحمراء. اوكي
اوكي شنو حركات مالته نسيت انا اصلا. يصعد فوق السيارة، اذا يصعد فوق السيارة قوم يقمز قمزة قوية. خذينا عادي. ما عسى اكو لعبة ذيك اللي على الاكس بوكس كانت، ما ادري ليش حضروها. يعني ام بي الهات وسخامات وعزيانات. الله تكتلنا يا ابي تكتلنا. بدينا اسيستنس. سلام سلام. تعال تجد السلام عليكم. ماكو ماي بصاروخ. شباب اللي عنده حساب مليان العاب خلي دزليها ما عندي مشكلة يعني. بس انا اريد بس جود اوف وور. الولد راح يدزليها. ما احتاج العاب ثانية. ها اللي عنده هاي لاست اوف اس ريميك يعني واي نوت يعني. ولو انا بعد خلاص يعني تدرون هي بعد خلاص هذا الوضع. انا راح تنزل بعد المودرن وورفير راح نلعبها يا بس جود اوف وور 3 ضروري اليوم العبها ضروري اليوم لازم احقق حلمي واختمها كلها بيوم واحد يمكن. ويلي لك راح على جود اوف وور 3 والله مصدق لك كان يعني حلم مال طفولتي حلم مال طفولتي اني العب الجزء الثالث. ما كان عندي ولا فلس ما كان عندي فلوس على مود اشتري بلاي 3 ولا اللي يقبلون يشتروا البلاي 3 نهائيا يعني. هسه راح اقدر العب God of War 3 يابي. هسه بث كامل من الصبح لليل حرفيا. هذا على بناية وقفز وانا على بناية. هذا هاي على بناية. عندي ميشن لازم اسويها. اوكي هاي اكو قفزة عنده على السيارات قفزة قوية كلش. ثلاث شي يسوي امنا نقمز نسيت اكره العب جود اوف وور 3 لك والله مصدق يا بنتي. كافي اكو هاي لعبة اسمها بروتوتايب احلى من هاي بهواي. بروتوتايب 2 بس قديمة ما نزلوا له بعد جزء. بس ورا الصلاة الساعة بيش هي الصلاة الساعة بالسبعة تقريبا مو؟ بس انا شلون السايل المصاريخ شباب ماكو في الطريقة جود اوف وور اخر من عند المصاريخ. زاد اكو واحد عنده حساب بيهم جود اوف وور 3 لو لا الريماستر على مود هذا الولد هذا ما قدر يعطيني حسابي. مود اكو خيار ثاني شو ذا لايت شنو ميشن لا اني لا تدرون شو اسوي انا اعرف شو اسوي انا اعرف شو اسوي اعرف شو اسوي اني والله اعرف شو اسوي. اعرف شو اسوي احول الكاميرا بس انا اتفرج.
احترقنا حرق عليه. دي يسوون بينا ذا ما تقلي هدن من هذا؟ لازم فلجر انا ذني انفجر انا تمام جرنا تعال باربوك تعال لا يا معود لا الشاقة والله الشاقة والله الشاقة لا لفل هلا شو نتلعب النفس لا لا طبعا عمل ذنب على الأقل لا أنا ما أتفرج لا ما أتفرج أنا ما حق يا ابو والله فهد متحمس خرب اني ذكاني اخر لقطة اتذكرها هو من زوز صعد لي هاي اخر لقطة اتذكرها من البلايتو اقول من كريتوس صعد الزوز يا الله قد كان شي عظيم والله العظيم كان شي صدق عظيم بوم داي معود ايش بيك هذول شو السالفه هذول كل شويه ما دا يموتون بسهوله صعب كلش قتلهم تعال 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 اه خلصت لا خلصت طلق لا شو وقعني عود صوت اللعبة يمكم شباب زين لو لا لا علي بعد علي صوت اللعبة بعد شباب الله ضربي مذوره هلا بيبدا يب حتى ينهون ورزون ما ادري والله ما اعرف يمكن يفجروه اذا فجروه فزولي فضل وبعد الحدث هو خلاص يعني حس قد حلو انه كروتو شكرا يا حبيبي دزيت على انستا يوزر كرك 9 شنو مفت قصدك اليوزر والباسورد شكرا يا حبيبي
لازم بيها حركاته هواي اللعبة، بس شو قليلة حركاته. كاتب لك الولد؟ صديقي راح ادز لك رسالة على انستا، تعرف حساب من اخلص شغل. يعني ما فهمت انه اقدر العبها براحتي وش وقت ما يعجبني؟ اليوزر اوكي تمام وصلت اوكي. كلا اطفي هذا شباب، راح اطفي على ما يشوفون اكيد اليوزر نيم هذا. وشو نسوي ساين اوت ثاني؟ خلينا نطفي الهاي، اسوي السالفه مال الولد، بس خل اطلع اسوي لوجن وسويتش يوزر وساين ان. شوف الباسورد يوزر نيم نخليه. السلام عمار، ما وصلني شيء حبيبي علي، متأكد دزيت لي شيء؟ ما وصلني شيء على الانستا حاليا، دز على الفيسبوك تربالك مسح. لا لا خاف دزيت لاحد غيري. اوكي دزيت لاحد غيري. اي دز لي انستا، ماكو شيء، دز لي انستا بسرعه. عم ندخل الحساب، انا حساب نخليه على التحميل ورا ان شاء الله، ورا الصلاة نلعب ورا الصلاة نلعبها. اي بالضبط، اي ايوه هذاني. انت دزيت الستة؟ دزيت لو بعدك لو يمكن ما داز لك يا هسه كاتب لك، بس راح يدز لك رساله حتى تعرف حساب. من يرجع من الشغل يدز؟ اوكي مو ما ادري، ما انتبهت على كلامه. تمام خليه يدز رساله. تمام اوكي بس وقت ثواني ارد اتاكد بالله. هسه الكول اوف ديوتي الاف اس ايش قد بلكي يصير 100 120. يا رب والله تعبت، بلكي 120 اف بي اس الورزو. يخلي دز لي رساله بس مو مشكله، خليه اضيف. ما ادري، وطلع لي واحد بالصفر متابعي، هل هو؟ تمام علق. تمام
تدري هسه يلا طلعت لي ولا ادري ان انت داز لي رسالة. يلا طلعت لي. طلب بس اخلص شغل وارجع ادز لك الحساب ما بلي. تمام على راحتك. ليش ما تطلع لي رسائل؟ يمكن اكو هواي ناس يدزولي ما تطلع رسائلي ما اعرف ليش. شنو شيء غريب صراحة. بلكي 120 FPS يا رب يا رب يا رب. هيك بطريقة او اخرى بتشذب اريد بتشذب ترى. ندخل بالله يا ربيع. ايه شفته شفته. اوك يابا يا ورا على بجود فورس كنت حلو مصدق. شباب اللي مسست بالورزون شلون نخليه شلون نسوي؟ مين وين؟ هو وين الاي دي اس؟ هذا اللي مسست احطه فوكس شنو شو حطلع؟ جاوبتك انا جاوبتك على الرسالة. Hostile dropping into the area. Check weapons and gear. You got time before deployment. قاعد على وجهي قبل. شعور جدا غريب. شلون شلون ابدل يا يلعبون 80 في جماعة الكونسول. هذا داوس الدقم انا ما اعرف شنو الدقم اصلا. انا بس ارد اشوف الامس شلون. Practice is over. The real fight begins now. صوت عالي اوه اوه شو السالفة؟ يشتغل الكيبورد موس على الورزون. راح اذا قتلت لي واحد فانا مسوي انجاز عظيم. اذا قتلت واحد فانا مسوي انجاز عظيم. اروح للخيم اشوف ايش راح يصير. يلا يستر. قتل بالابداع. ابدعتي عفوني ابدعتي عفوني ابدعتي ما له حسابي هذا. شنو هذا؟ شنو ظل دايس على الدائره يمكن اكو من لسه ثينجز يمكن يغيرها. بدله بالهذا. يا اذا قتلت واحد غير. Reinforcements are on the way. That's my one. Fuck هذا على ال. هو استحتي نايس. Enemy UAV active. Next objective updated. أنا شوي ده أتعود يعني نوعا ما. يا بغير هذا اجيك تيت واحد. انا صار 60 اف بي اس حرامات.
يا ولد الادم ايش سويتكم ما تقولوا لي ايه شلون اسوي مو هولد اللي ايش هنا there are 24 enemies active kill them all primary objective accomplished ايش شنو all supply boxes located زين شنو احط درع درع ليش معود حطت خرب اول ايش نضل دايس لا 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 والله متكت له والله وعليم ما تغير ثابت العداد ايش بيه عض تشلم هو راح العب موسي كيبورد العب لي يلا البث الجاي God of War شباب God of War راح نلعب زين وقفوا لي ال God of War على بلاي 5 120 في اس لو لا شلون اوقف اوقف علي علي صفا متاكد من هاي المعلومه شلون مستحيل شلون اقدر اربط من ال من ال هذا من الشاشه الى ال الى البي سي انا فكرت بالموضوع بس اكو هيجي هو اكو هيجي ما اعتقد اكو هيجي لانه هو الشاشه مصممه ان هي اوتبوت فقط انبوت اقول مو اوتبوت فشلون اسويها انبوت اقول اوتبوت اسوي شلون اسوي اوتبوت مستحيل انا اتمنى انه اكو هيجي حل اذا اكو هيجي حل خلاص هذا بعد ما احتاج ايش لا لا اكو 120 اكو 120 اكو انا كل زين احس بيها واعرفها كل زين هسه لو اخر الجاتو هاي السوالف كل زين اعرف يعني مبين ذي شوي 120 لبيت تمام تمام شبابنا الاعزاء عمران هيك شي يستخدم عمران هيك مستخدم بث هم اعرف ايش اسولف والله علاوي اذا تسوي لي هاي السالفه غير يعني انت تحل لي مشكله عظيمه اذا اكو هيك اذا اكو هيك يعني راح تسوي لي فضل عظيم كلش لانه انا هاي كلش مضوجتني السالفه اذا قدرت تسويها يعني بعد خلاص انا موضوعي كلش تمام شكرا شباب على وجودكم وان شاء الله اراكم اليوم ويا الجود اوف وار ادعي لي ودزن الحساب بسرعه يلا مع السلامه ايمان لا شباب